لو الحكاية فيها إن فيتو. إحنا لو في دولة صح رئيس وزراء يجي يطلع قرار وهو واقف يقول 1 2 3، مش يجي يقول المحافظ ولا الرئيس الحي ادرسوا الموضوع إيه اللي هندرسه. أنت عارف إن إحنا متضررين، وشفت الجاني اللي هو اللي عمل الموضوع ده، احنا ذنبنا ايه في الموضوع ده؟ لو احنا في دوله صحيح الدوله تقوم بالموضوع ده، تيجي تبعت فرقه من المهندسين ويجي يرمموا، مش لسه هنقعد شهر واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه عقبال ما يفكر قرار يطلع. تيجي تعد لنا اعاده الدور. كان الاول بعد كده تشوف الجاني اتمسك، الجاني اتمسك، الجاني اتمسك واعترف، اتمسك واعترف. هاني عبد المعز اعترف ان هو اللي حرق المحل، ولع المحل وجري وخد فيها 150 محل في وشه. مين احنا زي مين هنا؟ واحد كان جاي مع شريك واحد سوري مأجر له محل وقاعد معاه وحصل خلافات بينهم من بعض وولع له المحل. احنا ذنبنا ايه؟ ليه تحملنا المسؤوليه؟ ولا ليه تحملنا المسؤوليه؟ لكن دولة تيجي تنفذ 1 2 3، مش أسهل حاجة نزيل؟ زيل إيه؟ تزيل إيه؟ إيه اللي أسهل حاجة تزيل؟ شرد الناس، ارمي الناس في الشارع، إيه؟ ناكل منين؟ أنا عندي 3-4 شغالين، كل واحد بيصرف على 5-6، يعني أنا مثلا بصرف على 30 بيت. إزاي؟ إزاي تقول لي؟ وإحنا داخلين على مدارس، وداخلين على عيد، وداخلين على مواسم، وجايبين جلد بفلوس الناس، وجايبين قماش بفلوس الناس، ونيجي ده كله اتحرق. تيجي تقول لي زيل او لسه هندرس؟ ندرس امتى؟ تدرسوا امتى؟ المفروض القرار يكون سريع، في ظرف 15 يوم يكون المكان رجع لقواعده سليم، واحنا نبتدي نجهز الشغل بتاعنا ونجيب مكاننا. نقدر عليه نساعد اي حاجه. انتوا لحقتوا البضاعه ولا مفيش؟ مفيش بضاعه، الدور متدمر، الدور متدمر، الدور متدمر. لو معاك ابعت لك صور المنظر، الفيديوهات فوق، صور فيديوهات شكلها متدمره، مفيش حاجه سليمه، مفيش حاجه سليمه. المكن الحديد ذات نفسه ساح، المكن ساح بسبب قله الدفاع المدني، معرفش يسيطر على الحريق. مين اللي طفى الحريق؟ هي طفت لوحديها، العميد الدفاع المدني قال لي ما تقلقش هي هتصفى لوحديها، هتاخد نفسها، قال لي هتصفى لوحديها. ده حقيقه فعلا، والله العظيم قال لي كده، قال لي ما تقلقش، قال لي مالكش دعوه هي هتصفى لوحديها. قال له بعدين انت، بقول له يا فندم هات العربيه وخش بيها في نص الممر واطلع بالسلم فوق، اقطع المحلات، هتبقى انقذت نص المحلات والنص اللي ولع خلاص. قال لي انت تعرفني شغلي؟ انت تعرفني شغلي؟ خد اللاسلكي. قال لي خد اللاسلكي. قال لي خد اللاسلكي ودير. قلت له لا، العميد بتاع الدفاع المدني اللي هو كان قائد المجموعه، قائد المجموعه، قائد مجموعه الاطفاء. واقول لك على حاجه كويسه، النهارده بقى لنا يومين بعد الحريقه، الحريقه لسه شغاله فوق، فيها لسه فوق الدخان. انت لسه مطفي ايه؟ بكام اهو؟ هو سايب الحقيقه عشان الدور يسخن مع الاسمنت والحديد يصفى، وفعلا ابتدت مثلا حاجات تقع، المسلح المونه اللي على المسلح ابتدت تقع، يعني المحاره وقعت والمصيص وقع من كتر الحراره. طب انت مستني ايه؟ أغلقت المكان ليه؟ جيب لي بقى مجموعة إطفاء، وعندنا الخزانات، عندنا الخزانات يا رئيس الحي، وعندنا طفايات يا رئيس الحي، عندنا 12 خزان ولا 16 خزان، وسيادتك تعلم، سيادتك تعلم إن عندنا خزانات. لكن سيادتكم مش عاوزين تشتغلوا، سيادتكم عاوزين تحطوا السكينة تملى على رقبتنا، عشان ما نقدرش نقول لأ. عشان نفضل نفكر، عشان تاخدوا، عشان تفضلوا تاخدوا، عشان حاطين العيد. اتكلم يا شباب، كان بياخدوا ايه في العيد في الاعياد؟ اقعد يا رئيس الحي الاولاني، رئيس الحي عبد الرازق، اتكلم وقول المهندسين كانت بتيجي قبل العيد، اتكلم وقول المهندسين كانت بتيجي قبل العيد بكام يوم، كانت بتيجي تقول لنا ايه وش العيديه؟ اتكلم، كانت بتقول المهندسين كانت بتيجي قبل العيد. ان احنا دلوقتي عاوزين نكون في دوله محترمه، عاوزين نكون في دوله محترمه. ننسى اللي فات، ننسى اللي فات، لكن اتضح ان هو برضه نفس النظام، النظام هو هو، النظام مش النظام مش في تغيير الرئاسه، لا، النظام لسه من تحت، لازم نشيل الناس اللي تحت، الناس الكوادر القديمه دي لازم تموت، لازم تدفن، اي مهندس قديم لازم يتشال، انه برضه لسه واخد على مد ايده، مهما ادينا له فلوس، ما زودنا الكادر بتاعه، برضه عاوزين نقطع له ايده بقى، ان هو مش هيسكت، هيمد ايده برضه. عايز اسال سؤال للرئيس الحي، لما جه شال العدادات في 2009 2010 14 2010 لما شالوا العدادات من عندنا وقالوا لنا صريحه خدوا كهرباء، اسرقوا كهرباء، ونيجي نعمل لكم محاضر وقواضي ومرسي كهرباء مسروقه،
انت بتشيل العداد اللي جاي باسمه عشان تعمل له محضر سرقه بعد كده عشان تاخد فلوس. وعايزين نفهم رئيس الحي بيمشي الحي ده ازاي ودفعنا ممارسات كل شهر. طبعا لو رئيس الحي ده لسه جاي جديد هو شايل اعباء رئيس الحي اللي قبليه، لكن احنا عايزين نفهم انتوا شلتوا العدادات وعمالين تعملوا اهمال في الممر عشان تهدوه على دماغنا ليه؟ ليه عايزين تهدوا الممر على دماغنا؟ بس ما شالتش العدادات، هو سارق العدادات سارقنا. ايوه ما سرقوها العدادات مش شايلينها، هم حراميه. هو يعتبر سرقها، هو والله سارقين العدادات مش سرق من هنا. هو المفروض اللي هنا كانوا قطعوا ايديهم قبل ما يتشلوا، ما لهمش حق يشيلوا عدادات. يحبسونا كانوا يحبسونا، كنت انا هنا. هي بقت بلطجه، هم شغل عربجيه. الراجل ده حرامي وعبد الرازق ده كان كل شهر بتروح له شنطه مليانه فلوس. شنطه بتروح له مليانه فلوس. اهدوا اهدوا بالراحه عشان صورتك. الضابط قال لي احبسها. ازاي يا عم منير؟ شالوها سرقه، سرقوها. حد يا ابني ده عندنا كبر الممر كهرباء واسرقوا كهرباء. احنا نيجي نعمل لكم محاضر. ايه يا عم؟ ايه بقى بيعملوا لنا محاضر؟ الزبط كان هيحبسني عشان المحضر ابو 500 جنيه ندفعه 3000 جنيه عشان يسكتوا. عشان لا ايه؟ لا اما ندفع فلوس لا اما كل يوم يبعتوا لنا مباحث الكهرباء يقفلوا علينا المحلات. انتوا عايزين مننا ايه؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه. عايزين تحرقونا ولا عايزين تشردونا في الشارع؟ ثوره وعملناها برضه لسه البلد.